فقد حملكم الوطن أمانة ثقيلة وأولاكم أهل الكويت ثقتهم، فاحرصوا غاية الحرص على إداء الأمانة والارتقاء إلى مستوى الثقة، وأن تضعوا نصب أعينكم دائما مصلحة الكويت وتجعلها المعيار الأول لكل ما يصدر عنكم من قول أو عمل في الشأن العام. ما كان بودي أن يأتي يوم أطلب منكم فيه التخلي عن شيء من الوفرة التي حرصت دوما أن تظل لكم، ولكنني واثق بأنكم لا تغلون عن آبائكم وأجدادكم حبا للكويت ووفاء لها واستعدادا للتضحية من أجلها. سمعت الحاكم الطيب أبونا الغالي الحبيب غلان ومننا قريب، سمعت وش الذي قاله عظيم الرؤية في باله يلا الهمة يا عيال. سمعت الحاكم الطيب أبونا الغالي الحبيب قلنوا مننا قريب. سمعت وش الذي قاله عظيم الرؤية في باله يلا يلا الهمة يا عيال. سمعتوا أبونا غايته وحلمة وكل همة تبقى بلادنا وسط السما نجمة، وكل من توطى أقدام وطن الكويت في ظلها يعيش بخير وبنامة. شعب متربي على الأصرار كويتي والكويتي ذا عزام يوصل غايته ويتحدى مهما صار. أبشر يا أبو ناصر بالذي يرضيك، شعبك شعب متربي على الأصرار كويتي والكويتي ذا عزام يوصل غايته ويتحدى مهما صار.